السلام عليكم، اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في حلقات اخرى من صباحيه دوزان. فيها غادي نسهلوا اليوم حلقتنا بالفقره القانونيه دائما مع الدكتور محمد جمال معتوق. مرحبا بكم معنا. مقتاد وفقرتها صنع يديك غادي تلتحق بنا بعد قليل باش تقدم لنا جوج الحيل في البريكولاج. معنا كذلك اليوم المصممه فدوى هيدا اللي غادي تقدم لنا عرض ازياء خاص بالاطفال، انتظروها بعد قليل، عرض مميز جدا. والمصممه ديالنا جاتنا من مدينه فاس. كاين معنا اليوم الكوتش ياسين. صباح النور. صباح الخير سميره. الحصه ديال اليوم خصصناها للدهون على مستوى الذراعين ومستوى ديال الظهر، حصه اللي غادي نعرفوا فيها بزاف ديال الحركات اللي كيخلونا اننا نتخلصوا من هذاك الدهون اللي عندنا في الذراعين وعلى مستوى ديال الظهر. واضح، شكرا لك كوتش ياسين. بقاو معنا مشاهدينا، نبداو بدون انتظار حلقتنا لنهار اليوم مع الدكتور محمد جمال معتوق والفقره القانونيه. اليوم في الفقرة القانونية اخترنا نتكلموا على موضوع إيصال تصفية الحساب. أستاذ صباح النور. صباح الخير سميرة. إذا بروفيسور، شنو ستعني إيصال تصفية الحساب؟ هي دائما في إطار قانون الشغل تنظن. هاش كنسميوه بالفرنسية، ولا تكون عارفها بالفرنسية والناس كيعرفوا بالفرنسية وما كيعرفوش بالعربية. هو اللي كيقولوا اس تي سي، لو سولد دو تو كونت. داكور. هذو اللي كنسميوه بالفرنسية لو اس تي سي ولا لو سولد دو تو كونت. الناس كي يلخصوها في ثلاثه ديال الحروف الاس تي سي، سولد دو تو كونت، هو توصيل تصفيه الحساب. يعني كنصفي الحساب الوضعيه ديالي المحاسبتيه ما بيني وبين المشغل ديالي، حيت غنتفارق انا وياه. ملي كنتفارقوا كيف ما كان الفراق، كيف ما بغى يكون، لازم يكون التوصيل، لازم يكون التوصيل في جميع الحالات. غير هو هاد التوصيل المفروض المشغل هو اللي كيعطي هاد التوصيل، هو اللي كيكون عارف الوضعيه شنو هو التوصيل، كيكونوا دايرين فيه اشنو كتسالني وشنو كنسالك. اليوم بغينا نتفارقوا، اش كتسالني؟ خدمتي عندي 15 يوم، خصني نخلصك 15 يوم، انها هي 15 يوم اللي ما خلصتكش فيها. كتسالني عامين الكونجي ما خديتيش الكونجي لسنتين، اذا عندك 18 يوم في 18 يوم هي 36 يوم، ها هي الاجر ديال 36 يوم. عندك واحد الملف ديال المصاريف الطبيه، استرجاع مصاريف الطبيه كنتي دفعتيه لي، ها هما. ها هو راه جابتو لي التامين ولا جابتو لي الصندوق الوطني للتنظيم الاجتماعي، ها هما هادو رديتهم لك. عندك شي حاجه ديال التحفيز اللي كنعطيو في اخر السنه، يعني دوزنا منها بحال دابا الواحد تنتفارق انا وياه مع شهر يناير وهو في دجنبر، صافي كيرجع كيستحق واحد التحفيز اللي كنعطيه في نهايه السنه، ولكن ذاك التحفيز ما غيتعطى حتى لفبراير، ان هو خاصو يعطيه ليه مكتسب. غنقيدو هنايا، ها انا كنسالك عطيتك شي فلوس كنت سبقتها لك، كنتي طلبتي مني، كان عندك شي اسبوع طلبتي مني واحد سور صالح، ها هي اللي كنسالها لك. اذا كنبدا السلبي والايجابي في سيري، كندير المجموع وتنقول لك واش غتعطيني ولا نعطيك الفلوس، واش انت اللي خصك تعطيني ولا انا اللي خصني نعطيك. الا انا اللي خصني نعطيك كمشغل كنقول لك هالشيك ديالك، الا انت اللي خصك تعطيني تخصك تعطيني انت يا الشيك. هذا هو توصيل تصفيه الحساب. استاذ اللي بغيت نسولك، يعني واش كاينه قيمه قانونيه لهذا التوصيل هذا؟ تصفيه الحساب. ملي كتبغي تخرجي انت بهذه الشركه ومع هذا المشغل تفارقي معاه تمشي تشتغلي عند مشغل اخر، تيخصك تعطيه بعض الوثائق. شنو هي؟ هي شهاده العمل، ها اللي كنقول فيها هذا السيد كان خدام عندي من تاريخ كذا الى تاريخ كذا. علاش؟ باش نعرف منك تفارقتي مع هذا السيد ما بقاش عندك معاه شي علاقه. اما تصفيه الحساب فهي الهدف ديالها هو ناخذ حقي والمشغل ياخذ حقه الا عنده شي حق. يعني ما ملزومش انني ناخذ هذه تصفيه الحساب، هذاك التوصيل باش نوريه المشغل ديالي الجديد. لا، ما نوريش المشغل، المشغل هي شهاده العمل. واضح واضح. اذا هذا التوصيل هذا خص واحد المعلومات تكون فيه. شنو المعلومات؟ هو المبلغ اللي كاين فيه مع تفاصيل هذا، بيان تفصيلي لهذا المبالغ. إذا عندي فتحت واحد المبلغ هو الإجمالي، خصني لداخل نلقى تفصيل ديالاش هاد الفلوس كتسالني ولا كنسالك، ولكن ديالاش كتسالني، شنو كنسالك، شنو عطيتيني بالديتاي، ها بالتدقيق. ثم خصني نشير في قلب هاد التوصيل بأنه يمكن لي نتعرف هاد التوصيل في أجل ديال 60 يوم، خصها تكون مكتوبة فيه. اللي إلا داز 60 يوم باطل. واضح. لا ماشي إلا داز، إلا ما تكتبهاش قلتي لي هاد المعلومة ديال 60 يوم. لا قلت لك إلا داز 60 يوم سقط الحق.
واضح. وانا خصنا نفرقوا بين سقوط الحق وبين التقادم. هذا في سقوط الحق، بالفرنسيين كنسميوها لا فوركلوزيون. واخا شنو الفرق؟ التقادم يعني ما بقاش عنده قيمه قانونيه، وسقط الحق زي ما بقاش عنده قيمه قانونيه. اكيد ولكن كاين فرق في الداخل ديالها. هو التقادم تيمكن لك تقطعه، بحال دابا انا كنسالك الكونجي ديالي ذات العام. القانون الشغل مدون الشغل كتقول بان اي حق عنده علاقه بالشغل كيتقادم بمضي سنتين. يتقادم اي يضيع لك حقك، ما بقاش حقك تمشي تطالب العطله. حنا شحال حنا في 2022 في يناير 2022 ياك؟ يناير 2020 الكونجي ديال 2022 القبل مشى. ولكن الا كسبت لك قبل، الا قبلت لك قبل ما ينتهي الاجل ديال عامين صافي، كنقطع التقادم وكنبدا العدد من جديد. هذا هو التقادم. رديتي عليا ولا ما رديتيش عليا؟ انا خصني الاشعار بالتوصل بانني صيفطت لك وتوصلتي. واضح. كيبدا العدد ديالي كيبدا من جديد، عامين عاود تتبدا عندي. هذا ما يخص التقادم. هذا التقادم. اما سقوط الحق اللي هو بالفرنسيه لا فوركلوزيون، هذيك الاولى لا بريسكريبسيون بالفرنسيه، هذه سميتها لا فوركلوزيون، هي سقوط الحق. هذا داير بحال التران. صافي واخا معطي ما دير صافي. ما صيفطتك 62 يوم انتهى الامر. واضح. خصك تاخذ حقك في 60 يوم او دير دعوه في 60 يوم. ما كيتجددش الاجل من جديد. ها صافي ثلاث سنين يوم انتهى الامر، خصك انت تكون طالبتي بالحق ديالك وخديتي الحق ديالك او مرستي الحق ديالك امام المحكمه في الاجل ديال 60 يوم. اذا خاصنا ايضا هذا التوصيل ديال تصفيه الحساب خصو تكون مكتوبه فيه الاجل، توقيع وقرات ها يومه وقبلت يومه اللي كنسميوه بالفرنسيه لو لو ابروفي، قريت وقبلت وعاد نديروا التوقيع. هذه الشروط الجوهريه او حتى شروط شكليه، شكليه ماشي جوهريه، شكليه، ولكن عدم وجودها يمكن ان يسقط تحت البطلان هذا التوصيل. اذا التفصيل ديال المبالغ ها تدقيق. ثانيا نذكر الاجل ديال 60 يوم خصها تكون مكتوبه فيه وبخطوط بارزه ماشي مخبعه. هذيك من جمال خصها تكون، هذيك تكلمنا عليها كثير سبق يا دوزام اشهار كادر. والحاجه الثالثه هو انه نكون تندير تنوقع من بعد ما كنقول قريت وقبلت. اذا وتيمكن اللي نطعن فيه طبعا كيف قلت الاجل ديال 60 يوم ما خصنيش نتعدى 60 يوم. اذا هذا هو توصيل ديال تصفيه الحساب اللي هو مهم عند نهايه كل علاقه شغل كيفما كانت طبيعه انهاء علاقه الشغل مع بين الاجير والمشغل. واضح. شكرا لك دكتور محمد جمال معتوف، تلاقاو بك. اش كتربي فيا؟ باغي نسربي دغيا؟ لا لا بان لي هذا الشيء واضح، ما كاينش اوضح من هذا الشيء. صافي يلا واضح. انت شحال ما سمعتي منك هذا واضح. واضح حقيقة واضح، وكان يعني الرسالة واضحة لكل الأجراء ياخذوا في عين الاعتبار ديالهم هذا التوصيل هذا عند نهاية أي خدمة أو شغل كيف ما كانت هذه النهاية هذه كيف ما كانت النوعية ديالها. باش ما يطالبكش من بعد المشغل يقول لك أنا كنسالك. أنت مشيتي يقدر يديرها حيت ما عندكش التوصيل ديال تصفية الحساب. هذا خاصو يخبيه عنده. طبعا الوثائق كلها خصها يحتفظوا بها بالديتاي ديالو بالوقيته ديالو بكل شيء. شكرا لك دكتور محمد جمال معتوق. بقاو معنا مشاهدينا، نمشيو للحظة عند وئام مقتد فقرة صنع يديك. شكرا لك سميرة. صباح الخير مشاهدينا، كنتمنى انكم تكونوا على خير. الفكرة ديال اليوم اختاريت انني نوريكم جوج ديال لي زاستيوس ديال البريكولاج. إذا كنتم من هواة البريكولاج وديما يعني كتصوبوا شي حوايج عندكم في الدار، فلي زاستيوس غينفعكم بزاف. أول فكرة أولا أستيوس غنبدا بها هي هاد لابيس هادي. غتسولوني تقول لي علاش كتصلح هاد لابيس؟ نقول لكم أنه إذا كان عندكم في الدار مثلا ولا شريتوا رجلين بحال هادو اللي فيهم هاد الفيس، أو كان عندكم أن موبل يعني أن بلاكار ولا يعني أن موبل ديال العود وبغيتو ديرو ليه رجلين، سوف كو فاش كتمشيو كتلقاو مثلا رجلين زوينين ولكن كيكونوا فيهم هاد الفيس هذا. إذا شدينا مثلا العود كما هو اللي نتخيلو مثلا هذا هو يعني قلبنا لو موبل ديالنا وخدينا لتحت ديالو هو هذا ودرنا ثقب وبغينا ندخلو يعني هاد الرجل ديريكتومون في العود، تقدر تشد مع ولكن مع الوقت مقدرة تستعمل ولا حركنا هذاك لو موبل هذاك الثقب اللي غندير في العود غادي يوسع والرجل غادي تمشي وتجي يعني ما تبقاش شاده في راسها مزيان. فهاد لا بياس هادي اللي وريتكم اليوم غتلقاوها في المغازان ديال البريكولاج، هادي كتسمى اون اداتاسيون بين هاد الفيس هذا وبين العود. يعني كيف ما شفتوا لو فيلتاج اللي كاين لداخل هو كيتناسب مع لو فيلتاج اللي عندي في الرجل، بينما الفيلتاج اللي كيكون على برا
الا شفتوه هو غلط يعني كيشد مزيان في العود وما كيتحركش، واخا نبقاو نديوه نجيبوه في هذاك لو موبل ونحركوا فيه رجلين ديالو ما كيتحركوش. اذا نوريكم طريقه باش غنفيكسيو هاد لا بيس هادي. هنا كنحتاج البيرسوز الا كانت عندكم في الدار كتحتاجوها، وكناخذ اون ميش اللي كيكون يعني العرض ديالها اولا لو ديامتر ديالها كيساوي تقريبا صغر شويه من لو ديامتر ديال هاد لا بيس هادي، هاد لاداتاتور بيان لاداتاسيون اللي غنستعملو. كيكون لو ديامتر ديال لا ميش صغر شويه من الديامتر اللي على برا. هنا كنجي كنحدد المكان اللي غندير فيه الثقب ديالي في العود، مثلا ناخذ هاد لو بوين هذا، وكنجي بطريقه متعامده مع العود ولا يعني السمك ديال اولا الطول ديال الثقب ديالي ما يكون تقريبا قد هاد لا بياس هادي. نحاول ما نخرجش من جهه اخرى ديال العود، كنحيد البقايا ديال العود. وهنا الطريقه باش غنفيكسيوه في طريقه سهله جدا. اول حاجه كندخلوه في الرجل، ماشي بالضروره حتى ندخلوه كامل، وكنجي هنا بواسطه الرجل هي نفسها وكندخلوه في العود. فالتقنيه هذه بالنسبه لاول مره غنستعمل هاد لاداتاسيون هذه، وكيف ما كتشوفوا الرجل ديالي كتبت ما كتبقاش تحرك، واخا مع الاستعمال واخا معاك نبقاو نحركوا هذاك لو موبل اولا هذاك العود اللي عندنا، فالرجل ما كتحركش. وهنا كنجي الا بغيت مثلا نحيد الرجل ولا بغيت نبدلها ولا نبدل الطول ديال الرجلين ديالي، ناخذ رجلين طول من هكا، فملي كنبغي نحيدها ها نتوما تشوفوا لاداتاسيون ديالي كتبقى لاصقه في العود، يعني كتبقى صالحه للاستعمال كل مره بغيت نبدل رجليا ولا نبدل الديكور ديال لو موبل ديالي، والرجل كتحيد بوحدها. هذه هي اول استوس اللي غنوريكم في هذه الفقره. دوزو لاستوس الثانيه. بالنسبه لاستوس الثانيه هي ملي كنبغيو نديرو ثقوب في العود، يعني كنبغيو نخدمو بيه وكنبغيو نثقبوه، كنبغيو مثلا عندنا جوج ديال القطع وبغينا نديرو ثقوب في نفس البلاصه بالنسبه لهاد القطع هادو بجوج، فإلا خديتهم هكا شديتهم غير بيدي وبغيت نثقب العود ديالي مع يعني مع الخدمه ديال البيرسوز يقدر العود يتزعزع بحال هكا شي شويه، والثقوب ما غاديش تجي في نفس المكان، غيجوني شويه ديكالي. فهنا غنقترح لكم انكم تستعملوا هاد الزيار، حتى هو كيتباع كذلك في المكازان دو بريكولاج. وكنجي كناخد القطع ديالي ديال العود بهذا الشكل، كنقادها يعني في لابوزيسيون اللي باغاها تكون فيها، وكنجي كنزيرها بهذا الزيار هذا، كنزير مزيان. وهنا كيف ما كتشوفوا صافي القطع ديالي ديال العود جوج كتولي تقريبا عباره على قطعه واحده. طبعا الحال ماشي يعني ماشي ديما، ولكن غير فقط الوقت اللي غنبغي نثقبها. نقدروا نزيدوا مثلا زيار واحد اخر، غنوريكم علاش. فالزيار الثاني الا بغيت نزيد نتحكم في الخدمه ديالي كنجي مثلا وكنفيكسيه مع لا طاب اللي كنخدم فيها، لا طاب ديالي دو بريكولاج اللي كنخدم فيها، وكنزيد كنزيرها مزيان. هنا كيف ما شفتوا صافي العود ديالي كنتحكم فيه ما كيبقاش يتحرك، وكنجي كندير الثقوب اللي بغيت. مثلا غندير ثقب هنا، كيما شفتوا هنا غنحيد على بهذه الطريقه، نحيد الزيار الثاني. هنا كيف ما كتشوفوا فانا كنحصل على جوج ديال الثقوب في نفس المكان بالضبط. وصلنا لنهايه الفقره، كنتمنى ان هاد جوج ديال الافكار تكون فاتكم، وكنتمنى لكم فرجه ممتعه. شكرا لك وئام على هاد النصائح هذه ديال البريكولاج، واخا ما عرفاش واش كلشي السيدات اللي تيشاهدوا الناس يبريكولي ولا لا، على اي فهي متعه البريكولاج، ونتمنى ان نركبوا فيكم او نربيو عندكم هاد المتعه هذه. بقوا معنا مشاهدينا نمروا اللحظه لفقره الموضه مع ضيفه مميزه جاتنا من مدينه فاس.
وانا فرحانه بزاف وفخوره بزاف بهذه البنيته هذه شابه باقا في مقتبل العمر، هي ام كذلك لكن تبارك الله عليها بصمات بالتوقيع ديالها وبالذوق ديالها تشكيله ديال الحوايج للوليدات الصغار. تنعرفوا بان الوليدات الصغار حنا في المغرب هنا عندنا مشكل مع الحويجات ديالهم ما كاينينش بزاف، وتلفاش تلقاوهم تلقاهم غاليين شي شويه، فهي فكرت بكونها ام انها دير تشكيله خاصه للاطفال الصغار بلمسه مغربيه. رحبوا معايا بفدوى حيده، مرحبا بك لاله فدوى. شكرا لك لتلبيه الدعوه الصباحيه الدوزام، وذكر انك مصممه ازياء ماشي غير للدراري الصغار حتى للكبار. اللي بغى الكبار كنديروا حتى الكبار، دي فوا دي مامون دي بابا تيحتاجوا بحال وليداتهم كنديروا لهم. لا بغاو بحال لي كيفاش جيتي انت والزوج ديالك وليدك لابسين تقريبا نفس الشيء من ليديدات ديالك. واش التكوين ديالك تيخص التصميم ولا انت هذه غير هذا بحال غير حب؟ هذا الشيء جاني مورا ما ولدت، مورا ما شفت ولدي قدامي، بحال ملي بقيت كنشوف فيه دي فورم اللي كنبغي نشري له شي حاجه كنلقى داك الشيء سيغتو في الدراري سيغتو كتلقى شوميز سروال زعما شي حاجه اللي نورمال اللي تتعاود بزاف او لي بخي كيكونوا شي شويش. دونك انت حاولتي قمتي بمقرطة هاد الحوايج الدراري الصغار وزدت على ذلك انك عطيتي لهم واحد البصمه مغربيه بحال عقيدات او لسفيفه وتيبقاو يعني حويجات اللي يقدروا يمشوا بهم المدرسه يقدروا ويبقاو هم او ميم طون راهم ستيلي شي شويش وكونفورتابل يعني مرتاحين يلعب بهم يلبس معاهم سبلتينا. طبعا انت ام واخده بعين الاعتبار كل الحوايج اللي يقدروا يريحوا هاد الطفل الصغير. بشحال انت دابا في هذا الميدان؟ دابا عامين تبارك الله عليك. الاثواب منين تتقتنيهم؟ من المغرب، كلشي من المغرب، كيكونوا شي حاجات ديال ليكسبور ولكن كناخذ من المغرب. دونك غادي نشوفوا عرض ازياء مميز ديال الوليدات الصغار نقولوا عليهم 100% مغربي المنتوج وكذلك الوليدات الصغار. فاذا نشوفوا معك لاله فدوى حيده اول عارض او عارضه غادي نشوفوا شكون اللي معنا. نشوفوا هاد البيسه هادي لاله فدوى تكلمي لنا على هاد البيسه. هادي كيف ما كتشوفوا اوفر سايز وبالقطيفه كاين فيها لوينات طوا ديال لي كولور نوار وغري وهاد اللون هذا لي كاميل. كتجي او ميم طون كيف ما شفتوا مرتاحه فريمون سروال ورتيت با وكونفورتابل وسخيخنا او ميم طون وفي نفس الوقت كتحس بالبنيته حتى هي زعما ستيلي الي ستيلي ودون لير دو طون. تبارك الله عليك وتبارك الله على العريضه ديالنا الغزاله مروه بن كيران. تبارك الله شوف ربعدة تبارك الله متبته وتصورينا البيسات. هذا كيلاش هذا تقريبا؟ هذا كيبدا من 4 موا حتى ل 12 يعني. واش عندك دونك من 4 حتى ل 12 واش عندك محل ولا تخدمي غير هكا؟ نو دابا كنعطي عندي محلات هنا في كازا وفي الرباط ولكن تبارك الله صلى على النبي عليه. هذا فهد متشرف تبارك الله عليك. دونك تكلمي لنا على اللبسه ديال فهد. هذاك سي كوا اللي لداخل؟ كومبينيزون هذاك بلو لان يمكن. لو لان تاهي بانت ليا مريحه وحليلوه وهذيك لافيس تاهي كاشمير. تبارك الله وسيدي غالي حتى هو راه جاي عندك. هذا ولد لاله فدوى سي غالي مرحبا جاي عندك طلعي عندك. الوغ غالي شنو لابس؟ لابس هذه بلاك وال اون كامل وفيها اون بتي توش ماروكا اللي هما هاد العقاد هادو ومن هنا. نطلبوا من مروه تاهي تدخل باش دير لنا شويه الانيماسيون هنايا في البلاتو. دونك مروه وفهد وغالي لابسين من عند فدوى حيده لباس اثواب مغربيه في صاله مغربيه تصميم مغربي وبلمسه مغربيه. تبارك الله عليك. الاثمنه انت قلتي في الاول بان الاثمنه كانوا تيخلعوك ديال كنا لي مامون فاش كنا اكثر الدراري ما تلقاوش لهم حويجات بزاف فانت الاثمنه درستي عليهم. وشنو هي الاثمنه تتراوح ما بين شنو ما بين 150 150 درهم حتى 600 درهم. عجيب عجيب تبارك الله عليك. وانا تنهنئك اولا وثانيا تنشجعك بانك تمشي مازال في هذا الطريق هذه خصوصا لوليدات الصغار حتى المونطو تاوا ديالك لبسات مروه. دونك تصوبي حتى لي مونطو. لي مونطو تبارك الله عليك. اذا انا دائما تنقولها في صباحيه دزام وتنعاودها نشجعوا المنتوج المغربي خصوصا وانه ما عنده ما يسعى على
منتوجات اخرى لا في الجوده لا في التصميم لا في كل شيء. دونك نشجعوا المنتوج ديالنا المغربي ونشجعوا الكفاءات المغربيه ديالنا والسيدات المغربيه تبارك الله اللي من البيت ديالها قدرت دير خدمه مدره للربح. تبارك الله عليك لاله فدوى حيده وما تغيبيش علينا. رجعي وقت ما كان عندك عرض اللي تشاركيه مع المشاهدين وما نكرش نشوف معك حتى اللباس اللي ستقترحي للكبار كذلك. اها واخا مرحبا بك فدوى. شكرا لك. تحيه الزوج اللي مدعمك حتى هو كذلك والعائله ديالك وتحيه الناس تفاس كلهم. بقاو معنا مشاهدينا غادي نختموا اللحظه حلقتنا لنهار اليوم معك كوتش ياسين وفقره الرياضه. صباح الخير مشاهدينا. الحصه ديال اليوم خصصنا للشحوم الدهون اللي كتكون زايده عندنا على مستوى ديال الظهر والذراعين. هذا واحد الموضوع اللي تيخص بزاف ديال الناس اللي كيكون عنده مشكل وما تيعرفوش شنو هو السبور ولا شنو هما لي زيكزيرسيس الحركات اللي فريمون كيخدموا هذاك البلاصه. غادي نقترح لكم مجموعه من الحركات اللي كيخليونا اننا نسكولتيو ونحيدوا هذاك الدهون اللي كتكون عندنا زايده على مستوى ديال الظهر والذراعين. نبداو بالحركه الاولى. شوفوا معايا نديروا شويه تسخينات على ما نستعملوا هاد لي زاكسيسوار. قبل ما نبداو غادي نوريكم هاد لي زيلاستيك هادو اللي الثمن ديالو ما كيتعداش 30 درهم. كنشوفوهم ديما في المحلات ديال الرياضه ولكن ما كنعرفوش علاش كيصلحوا. غادي نوريكم اليوم شنو هما المنافع ديالو. يلا شوفوا معايا. غادي نوقف في بلاصتي غادي ندير واحد الغوتاسيون بيدي ندور يدي نحاول ندير واحد 10 ديال الثواني ونعاود نفس العمليه عاود على جهه اخرى العكس. خلي ديما الظهر ديالي واقف 3 جوج واحد. شوف معايا شنو غادي ندير دابا. غادي نطيح بالصدر ديالي باش نسخن العضلات ديال الظهر ديالي. شوف غادي ندير بحال اللي تنعوم غادي نبدا نحس بالعضلات ديال الظهر ديالي تيخدموا. نطلق يدي مزيان وندير دابا بيد وحده مره باليمين مره باليسر 1 2 3 4 5 6 7 ونوقف بلاصتي عاود وندفع. شوف غادي ندفع لقدام 1 ونرجع واحد ونرجع. شوفوا معايا غادي نوريكم شويه باش تشوفوا العضلات ديال الظهر ديالي كندخل كامل وتنرجع. تتحس بواحد لي تيغمون في العضله ديال الظهر ديالك. كندفع لقدام وكنرجع كندفع لقدام كنرجع وهنا كنبدا نحس بواحد لي تيغمون في العضله ديال الظهر ديالي. هادو غير تسخينات باش كنقدر نبدا هذاك لي زيكزيرسيس ديالي اللي غادي نخدموهم بواحد لي زيلاستيك اللي كيخدموا المقاومه وكيخدموا يخليونا اننا نخدموا ذاك العضله ونحيدوا ذاك الدهون اللي عندنا زايده على مستوى ديال الدار ديالنا. شوفوا معايا غادي نبداو بهذا لي لاستيك. انا غادي نديروه مع هذا كيف ما كتشوفوا. تقدروا ديروه في اي بلاصه عندك في الدار. تقدر ديروه مع الكنابي ولا مع السداري ولا مع اي حاجه. شوفوا معايا غادي نوقف في بلاصتي هنايا غادي نخلي هاد اليد هذا وغادي نمشي واحد ونعود اون ونعود ثلاثه. هنايا راه كنخدم العضله ديال الذراعين ديالي ومن بعد غادي نبدا باش نخدم العضله ديال الجناب الظهر ديالي. نحاول نفس العمليه نديرها من 15 حتى ل 20 مره ونمشي لجهه اخرى ونعاود نفس العمليه. شوف هنايا تنجلسي شويه تنخلي شويه ديال لاطونسيون هنايا وندفع يدي داكوغ. هذا الا لاحظتوه ديما كيبقى مزير يعني غدا تحس حتى بهاد العضله تتزير داكوغ. شوفوا معايا واحد جوج ثلاثة. نخلي الظهر ديالي واقف 4 5 6 7 8. شوفوا معايا دابا شنو غادي ندير. غادي نرجع للور داكوغ. غادي نرجع للور وغادي نحس واحد جوج ثلاثة 4. وهاد لا ريزيستونس راه كل واحد كيمشي بالنيفو ديالو. إلا بغيتي تزيد تزيرها راه غير كتباعد كيف ما كنشوفو هنايا كتباعد على لو ستيب ويمكن لك تخدم بها. شوف هنايا غادي تبدا تزير غادي تكون غتكون لا ريزيستونس المقاومه غادي تكون اكثر. كنحل كندفع. شوف كنطيح يدي. فاش كنطيح يدي كنحس بالعضله ديال الظهر ديالي كتخدم وكنرجع 3 4 5 6 7 8 9 10 ونوقف في بلاصتي دابا. شوفوا معايا غادي نهز دابا الفوق هنا ونحاول ندفع الفوق 1 2 ثلاثة. هنا كنخدم العضلة ديال الذراعين لأن هذاك الارتخاء اللي كيكون عندي هنايا على مستوى العضلة ديال الذراعين ديالي هادو حركات مهمين باش كنخدمو بهم هذاك الارتخاء اللي كيكون عندنا في العضلة ديال الذراعين. نعاودوها 4 3 2 1 ستوب. غادي نخليو هادي نرتاحو شوية ونمشيو باش نخدموا العضله ديال الجناب ديالنا اللي مضهر. شوفوا معايا هذا راه حتى هو كيف ما قلت لكم مقاومه كتكون على حسب كل واحد والجهد ديالو شحال يقدر يخدم. غادي ندفع شويه الفوق هنايا. شوفوا معايا وغادي نهود على اليمين
وعلى اليسر، على اليمين، على اليسار. انايا فاش كدير هاد ليلاسيك هذا فريمون تيزير لك العضلات ديال الذراعين ديالك، وهنا فاش تعود تتحس بواحد ليتيرمون كبيره على المستوى ديال الدار ديالك، وهذه الحركه اللي كتخليك انك تخدم العضلات ديال الدار ديالك وهذاك الدهون اللي عندك في العضله ديال الدار. خمسه، اربعه، ثلاثه، جوج، واحد، ستوب. دابا غادي نمشي وندفع الفوق اوب ونرجع. داكوغ، غنوريها لكم دو بروفيل، شوفوا معايا، ونقف على الجنب، ندفع الفوق ونرجع، نفتح الفوق ونرجع، نفتح الفوق ونرجع. ديما فاش كنفتح الفوق كتحس بهاد العضلة ديال الكتاف والعضلات ديال الدار ديالك مجنة. إلا حسيتي بهم عرف بلي أنك كتخدم داك الدهون اللي عندك في الدار ديالك. ثلاثة، جوج، واحد. بزاف ديال الناس تيتفرجوا فيا تيبان لهم هذا الموفمون ساهل، ولكن ملي غادي تجربوا غادي تحسوا بواحد الكونتراكسيون على العضلات ديالكم، وهنايا هذاك الدهون كتبدا تحيد وكيبداو يتجمعوا العضلات. نمشيو لحركه اخرى واللي هي كيف ما شفتوا هذه الحركات شويه كانوا ساهلين، دابا غادي نهبطوا للارض باش نصعبوا شويه. غناخذوا هذا البالون هذا اللي كيف ما قلت لكم هذا البالون حتى هو واحد اللي ما الثمن ديالو ما كيتعداش 50 درهم 40 درهم، الثمن ديالو معروف. شوف هذه الحركه اللي غادي ندير، فريمون هذه من اهم الحركات اللي كتخدم لنا هذاك الشحمه اللي عندنا في العضله ديال الدار ديالنا. شوفوا معايا شنو غادي ندير، نخلي الدار ديالي مستقيم وغادي نهود لتحت اوب ونرجع، غادي نهود لتحت ونرجع. داكوغ، الدار ديالي يبقى واقف، نحاول نطلق مزيان. الا لاحظتوا هنايا شوف كيوقع واحد ليتيرمون على مستوى ديال العضله ديال الدار، كنجمع وكنرجع اوب، كنجمع وكنرجع. هذاك ليتيرمون اوتوماتيك فاش كدير هذه الحركه هذه لي موسكل ديال الظهر تيتجمعوا تيرجعوا، وحتى داك الدهون اللي كتكون زايده كتبدا تمشي. كنهود عاود كنرجع. ثلاثه، جوج، واحد. شوفوا معايا الحركه المواليه، غادي نوقف هنايا، غادي نحط هذا هنا. شوفوا معايا، غادي نخلي الظهر ديالي مستقيم، نحاول نعس شويه، وهنايا غادي نبدا نخدم العضلات ديال الظهر ديالي مزيان. شوفوا معايا، غادي ندير واحد ونرجع، واحد ونرجع. حاول كيف ما شفتوا كل واحد لا ريزيستانس ديالو، فاش تنجر كنحاول نجر لو ماكسيموم وكنرجع، كنجر لو ماكسيموم وكنرجع. اوتوماتيكمون فاش تدير هذه الحركه كيتجمعوا العضلات ديال الظهر، هذاك لا غريس وهذاك الدهون اللي عندنا زايده في الظهر كتخدم مزيان، وهذه من اهم الحركات اللي كيحيدوا الدهون اللي عندنا زايده على مستوى ديال الظهر. نديروها من 15 حتى ل 20 مره ونرتاحوا ونعاودوا نفس العمليه. من بعد ما خدمنا شويه الحركات ديال الظهر غادي نمشيو نخدموا العضله ديال الذراعين باش نساليو الحصه ديالنا، لان عطينا بزاف ديال الحركات للظهر، غادي نخدموا دابا الذراعين. شوف حركه اللي هي سهله، غادي نجلس هنا، سواء نبقى على ركابي سواء نهز رجلي، نطلع واحد ونرجع، طلع ونرجع. هاد الحركة هادي كيسميوها بومب ميليتار، لأن هاد الحركة كيديروها العسكر بزاف، وهي حركة كتخدم الذراعين مزيان وكتغونفورسيهم بلا ما كتحتاج تقل وبلا ما كتحتاج حتى شي حاجة. شوفوا معايا، اون دو تخوا كات. اللي جاتو صعيبة يمكن له يحط ركابيه بحال هكا، يحط ركابيه ويدير واحد لوبسيون اللي ساهلة عليها شوية، هنايا تقدر تخدم العضلة ديال الذراعين ديالك مزيان. داكوغ، حتى هي نديروها من 15 حتى ل 20 مرة كافية أنها تخلينا نخدموا العضلة ديال الذراعين ديالنا مزيان. نمشيو دابا هنايا، شوفوا معايا، غادي نهز يدي الفوق وغادي نرجع يدي اللور وندفع الفوق، نرجع يدي اللور وندفع الفوق. اوتوماتيكمون فاش تنبغي نخدم كنبدا نحس بهاد البلاصة كتيرة، وهنايا داك الارتخاء اللي كيكون عندي هنايا على المستوى الذراعين كينقص وكيتجمع من بعد هاد الحركة اللي كنديرو. أربعة، ثلاثة، جوج، واحد، ستوب. نرتاح شوية، نحاول نسوبلي يدي شوية، نرخي يدي ونعاود نفس العملية. نمشيو الحركة الأخيرة اللي تخدم لينا العضلات ديال الذراعين ديالنا. شوف معايا، العرض ديال يدي ما يكونش مفتوح بزاف، نحاول نجمعو هنايا ونطيح بالجسم ديالي فوق ونرجع، نطيح أوب نرجع. وهاد العضله كتخدم ليا الذراعين مزيان، غادي نوريها لكم دو بروفيل. شوفوا معايا، غادي نهود لتحت ونرجع، نهود لتحت ونرجع. و الى قدرتي ديرها على الصباع ديال رجلك كان احسن،
وبالنسبه للناس اللي كتجيهم حتى صعيبه يمكن لك تقرب الركبه ديالك عند يديك وهذا اوبسيون اللي ساهل. بالنسبه للناس الكبار اللي كتجيهم شويه الغونفورسمون صعيب يمكن لهم يخدموا بهذه الطريقه حتى هي. اخر حركه واللي هي شويه كنخدموا فيها لا ريزيستانس ديال الذراعين ديالنا الظهر ديالنا وحتى العضله ديال الكرش كتدخل معاها. شوفوا معايا شنو غادي ندير. غادي نحط يدي هنايا نزير على البالون نحاول نطلع ونبقى واحد شويه هنايا. هنايا كل ما قدرتي تبقى بزاف ديال الوقت كل ما العضلات ديال الذراعين كيتجمعوا كيتزيروا مزيان داكوغ. العضله ديال الكرش هي والعضله ديال الظهر. نحاول نصبر من 30 ثانية حتى لدقيقة. إلا قدرتي دير حتى جوج دقائق مزيانة أوتوماتيكمون غادي تسالي غادي تحس براسك عرقتي مزيان وخدمتي العضلات ديال الذراعين وديال الظهر ديالك. سوبر. هادو حركات كيف ما شفتوهم خدمنا فيهم العضلات ديال الدهون اللي عندنا زايدة في الظهر ديالنا العضلات ديال الذراعين. يمكن لكم نتوما تزيدوا في لي سيغي ديروا جوج ثلاثة ولا ديروا أربعة جوج ولا ثلاثة ديال المرات في السيمانة كافيه انكم تخلصوا من الدهون اللي عندكم في الذراعين ديالكم وفي الظهر ديالكم. نتمنى تكون استفدتوا معايا. نهاركم مبروك بصحه وراحه. شكرا لك كوتش ياسين. بك غادي ننهيو حلقه اليوم مع امل اللقاء بكم غدا ان شاء الله. وغادي تكون معنا فقره امومه الدكتوره ناديه مزيان متوكل. غادي نخصوا فقره حميه مع لاله ماريا بن جلون للحمص. الافراط في النوم كيف ما وعدناكم الاسبوع الماضي هو موضوعنا فقره بيني وبينك مع الدكتوره لبنى بوحولي. الكل والمزيد في صباحيه دوزام. نهاركم مبروك.